حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع العربي والإفريقي والعالمي، المطبخ المغربي يحصل على جائزة الأفضل عالميا من نسخة عام 2024. وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، سيبوا لي تعليقاتكم داخل الحلقة دي بالأخص، وعايز قنوات كل الطبخ المغربي الموجودة على اليوتيوب، على منصة اليوتيوب وكل المنصات العالمية تجمع هنا. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر ان انت مغربي او افتخر ان انت مغربية. طبعا يعتبر نجاح خاص وباهر جدا لكل قنوات الطبخ المغربية الموجودة بمنصة السوشيال ميديا، سواء على ساحة اليوتيوب بالفيسبوك أو الانستجرام اللي أجري عليه، أيضا المسابقة الدولية العالمية في إطار التنافس الرائع جدا على أفضل مطبخ عالميا. واستطاع المطبخ المغربي باكتساح تام من الحصول على جائزة البطولة، والحصول أيضا على جائزة مالية كبيرة جدا. بغض النظر عن الجائزة المالية أو المادية، إلا أن كأس البطولة وأيضا الحصول على الكأس المعنوية يعتبر إنجاز تاريخي، إنجاز عظيم ورائع جدا للمطبخ المغربي، للمملكة المغربية في شتى أنواع بقاع العالم وفي كل أنحاء الأنشطة. المطبخ المغربي يا جماعة بتصويت أكثر من 60% يحصل على الجائزة، مقابل 40% مقابل المطبخ المكسيكي. طبعا يعتبر منافسة رائعة، منافسة عظيمة جدا في ظل المنافسة العالمية، في ظل تواجد أروع النكهات، أروع الطبخات، أروع المأكولات. يعتبر سيمفونية رائعة جدا في ظل تواجد المأكولات المغربية. سبب ما أنا بقول لحضراتكم لازم ولابد إن أنا سافر خصيصا للمملكة المغربية للتذوق طعم المأكولات المغربية. وهنا ومن داخل قناتي عايز وبإجماع كل المغاربة، كل السيدات المغاربة وبالأخص ذو النكهات الطبيعية، المأكولات ذو النكهات الخاصة جدا التي تحتوي على مذاق خاص يجذب كل عشاق ومحبين المأكولات حول العالم من ذوي التذوق الخاص ذو الطعم المذاق الخاص جدا الرائع الأكثر من رائع. طبعا يعتبر إنجاز تاريخي، إنجاز رائع. وفي نفس التوقيت عايز حضراتكم بغض النظر عن الزعلوك المغربي تضعوا لي أشهى المأكولات المتواجدة داخل المملكة المغربية. لو حبيت أن أنا أسافر، أو لو حبيت بالأخص في التوجه للمملكة المغربية لخوض زيارة داخل الأراضي المغربية وضمن التذوق والاستضافة الخاصة جدا، وانا عارف ان الشعب المغربي الطيب الاصيل على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الطيبة والكفاءة وعلى قدر من الامانة وعلى قدر من شتى انواع يعتبر الاستقبال الخاص لكل الوافدين الجدد من شتى انحاء الكرة الارضية. يعتبر شعب من اروع ما يكون. علشان كده بغض النظر عن التصويت ضد وضد وخلاف، المطبخ المغربي حتى مع تراجع ومع التصويت ضد المأكولات المغربية من شتى أنواع الكرة العربية وبالأخص من دولة الجزائر اللي حاولوا إن هم يهبطوا المطبخ المغربي أو حاولوا إقصاء الطبخ المغربي من المسابقة، إلا أن ربك لبالمرصاد. وفي نفس التوقيت الطبخ المغربي يحتل الصدارة العالمية في ظل تواجد أشهى المأكولات العالمية المغربية على الساحة العالمية، وفي ظل تواجد أيدي بصناعة محلية، الأيدي العاملة المغربية مع وضع البصمة داخل المأكولات التي تحتوي على المذاق الخاص، وأيضا في ظل التصويت من جانب لجنة المسابقات العالمية بيبتي تزن المتواجدة على منصة الانستجرام العالمية
وأيضا بإجماع جميع الشيف العالميين ومنهم جوردون رمزي المتألق الرائع جدا في عالم الطبخ، الشيف البريطاني العالمي اللي كان له التصويت الرائع جدا في حق المغاربة، في حق المأكولات المغربية، في حق المطبخ المغربي العالمي، مطبخ وحيد على مستوى الساحة الأفريقية والعربية، إنه المطبخ المغربي يا سادة. طبعا يعتبر جائزة الشرف، طبعا يعتبر تصدر رائع جدا، بغض النظر عن المطبخ الإيطالي، المصري، التونسي، أي مطبخ أوروبي عالمي، مطبخ وحيد المطبخ المغربي في السيادة، في الريادة، في تألق رائع جدا وعودة حميدة لموسم عام 2024، وأيضا بتصويت أكثر من 2.5 مليون شخص، 2.5 مليون نسمة على مستوى العالم طوال لجنة المسابقات. منذ بدء المسابقة العالمية بيبتي كوزن استطاع المطبخ المغربي التألق الرائع جدا والحصول على المرتبة الأولى، المركز الأول عالميا، في ظل تواجد المحترفين المغاربة هنا ومن داخل قناتي. بشكر كل يعتبر قنوات السوشيال ميديا المتواجدون والمتواجدات في أشهر مأكولات وأيضا في أروع القنوات، وعايز حضراتكم تسيبولي بالأخص في هذه الحلقة تعليقاتكم داخل القناة عن أشهر المأكولات المغربية وفي نفس التوقيت عن مكونات الطبخة العالمية اللي أدت بالوصول للمطبخ المغربي للحصول على المرتبة الأولى عالميا، 60% مقابل أقل من 40%، يعتبر إنجاز رائع جدا في ظل تصويت أكثر من 38 مليون نسمة حول العالم أجمع. إنه المطبخ المغربي يا سادة، إلى مزيد من التألق، إلى مزيد من الإنجازات، إلى مزيد من التحلي بأشهر المأكولات، إلى مزيد أيضا بالتجمل في وضع البصمة داخل المأكولات العالمية وبالأخص المأكولات المغربية. وهنا من داخل قناتي دعوني أتجه في زيارة خاصة للمملكة المغربية لتذوق أروع المأكولات العالمية على يد أشهر الفنادق المتواجدة على الساحة العالمية، متواجدة بالمملكة المغربية هنا ومن داخل قناتي. تألق رائع جدا يعتبر في شتى أنواع الأنشطة، في شتى أنواع المجالات، وبالأخص المطبخ المغربي اليوم، وأيضا أكثر الدعوات هنا ومن داخل قناتي للمنتخب المغربي الأولمبي المتواجد حاليا بفرنسا قبل انطلاق أولمبياد باريس، مع اقترابنا على انطلاق البطولة يوم 24 يوليو في مواجهة الأرجنتين بمشيئة الله تعالى، وأيضا مع انطلاق بطولة مونديال كأس العالم للفوتسال لأوزبكستان 2024 في ظل تواجد المنتخب المغربي للفوتسال العربي الأفريقي العالمي الوحيد الذي يدافع عن رفع الراية العربية والأفريقية بأوزبكستان 2024، في ظل تواجد هشام الدكيك وأيضا أبناء المملكة المغربية عبد الكريم أنبية، سفيان الشراوي، سفيان بوريت، أنس العيان، أنس الدحان، إدريس الفني، إسماعيل أميزال، وأيضا في ظل تواجد حمزة الميمون، يوسف جواد، وأيضا المتألق الرائع جدا بلال البقالي، وأيضا في ظل تواجد أروع عناصر عرفتها الساحة المغربية والأفريقية والعالمية، رائد السبع بترابة، عبد الكبير بقدير، عبد الله المتقي، والمتألق الرائع جدا محمد دلوح زراري. دعونا ننطلق في ظل تألق، في ظل إنجازات مغربية رائعة لموسم عام 2024 في شتى أنواع الأنشطة الرياضية وفي كامل أنواع الكرة الأرضية في شتى بحار العالم،
في شتى محيطات العالم إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمملكة المغربية وأيضا للمغاربة على مستوى الساحة الرياضية على مستوى الساحة العالمية أجمع إلى مزيد من التألق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.